أهلا بكم إلى المساء. بعد عودة الرئيس اليمني عبد رب منصور هادي إلى مدينة عدن وتوجيهه توجيه الحكومة بإعادة مؤسسات الدولة إلى العاصمة المؤقتة إلى حين استعادة صنعاء، بدأت التوجيهات تجد صداها على الأرض. فاليوم افتتحت وزارة الخارجية المقر الرئيسي لها في عدن، كما تم إطلاق إذاعة صنعاء من جديد لتنقل صوت الشرعية إلى الشارع اليمني من خلال الأثير الذي يلجأ إلى معظم اليمنيين في الداخل نظرا لانقطاع التيار الكهربائي. نرحب بضيفينا في المساء من الرياض الإعلامي والباحث السياسي اليمني السيد ياسر الحسني، ومن جدة أستاذة العلوم السياسية الدكتورة وسام باسندوة. أما أنتم مشاهدين يمكنكم دائما المشاركة في الحوار من خلال طرح أسئلتكم واستفساراتكم على تويتر وأيضا فيسبوك. إذن أرحب بضيفي وأبدأ معك دكتورة وسام. يعني قبل الحديث عن الإذاعة وأهميتها في إيصال صوت الحكومة والشرعية، إلى أي درجة استطاعت بالفعل الحكومة خلال الفترة الماضية بإيصال صوت الشرعية إلى اليمنيين؟ طيب مساء الخير. أولا خلينا نقول إحنا لما نقيم أداء الحكومة في الداخل وفي الخارج، طبعا تأثيرها في الداخل يعني وأداءها في الخارج، يجب أن نأخذ بالاعتبار كل المعطيات التي تحيط بها، يعني كل الظروف الغير طبيعية التي تعمل في ظلها الحكومة، يعني عشان لا نحملهم أكثر مما يحتملوا، لا نسفه فيما يقومون به، وكذلك لا نعظم. كل هذا يخضع للظروف التي تمر بها حكومة كهذه، يعني في ظل سيطرة الميليشيا على الدولة أصلا يعني، وفي ظل ظروف حرب كمان. نعم. إلى أي مدى نجحت؟ نقول يعني إحنا الآن بنتحدث على الأقل منذ تحرير كامل المناطق الجنوبية من اليمن حتى نستطيع أن نقول هل استطاعت أن تحقق شيئا. طبعا إحنا لاحظنا أكثر من مرة إنه الحكومة، وسواء الحكومة والرئيس هادي، حاولوا العودة وبالفعل عادوا إلى هناك، وفي ظل ظروف غير طبيعية أيضا غادروا، لأنه لا يمكن أن نعرض أيضا حياة رموز الشرعية للخطر في ظل ميليشيا همجية يمكن أن تقصف في أي لحظة، والأخذ لا قدر الله يعني بأحد في منصب كبير، هذا يحقق لهم نوع من الانتصار المادي والمعنوي الكبير، وهذا يعني ما لا نريده. فنجد أن البعض هناك يعني يبالغ في السخرية من عدم عودة الحكومة والدولة بشكل كامل إلى اليمن، لكن يبدو أننا فقدنا الصورة لكن الصوت باق. إذن معك دعيني أنتقل إلى سيد ياسر الحسني. وضحت الصورة دكتورة وسام. يعني سيد ياسر، يعني ما أهمية هذه الخطوة الآن بعودة إذاعة تنقل صوت الشرعية إلى اليمنيين في الداخل؟ أهلا وسهلا بك عزيزي. عودة إذاعة صنعاء إلى البث من جديد تشكل دفعة معنوية جديدة لمناصري الشرعية داخل المناطق التي تتعرض للاحتلال الحوثي، وكذلك أيضا تمثل رمزية كبيرة في المجتمع اليمني، حيث تمثل الإذاعة خاصة في المناطق التي تخضع لميليشيات الحوثية المصدر الوحيد والرئيس للأخبار للمواطنين، فالمواطن في صنعاء وصعدة وعمران لا يتلقى الأخبار إلا عبر الإذاعة. عودة إذاعة صنعاء للبث من جديد هو إيصال صوت الشرعية لكل المواطنين داخل المناطق التي لا تزال تخضع لسلطة الانقلاب، دفعة معنوية جديدة للمؤيدين للشرعية، وكذلك كبح جماح والإشاعات والكذب. يعني يبدو أن سيد ياسر لديك معلومات حول نطاق وصول هذه الإذاعة، إذا كانت لديك المعلومات أرجو أن تشاركنا إياها، نطاق وصول يعني تردد هذه الإذاعة. نعم عزيزي، الإذاعة بدأت البث منذ 7 صباحا، صوت الشرعية يصل إلى صنعاء وإلى عمران وإلى صعدة وإلى كل المناطق الشمال التي لا تخضع لسيطرة الميليشيا الإنقلابية. صوت الشرعية الآن يجلجل في وسط العاصمة صنعاء، رغم أنف الإنقلابيين يجلجل في صعدة، في عمران، في كل المناطق التي تخضع لتكتيم إعلامي من قبل ميليشيات الحوثي. ميليشيات الحوثي حاصرت وسجنت كل الصحفيين والذين يريدون إيصال الحقيقة. الكهرباء مقطوعة في كل هذه المناطق، ولا توجد إلا إذاعة الميليشيات الإنقلابية تنشر الكذب للمواطنين. الآن إذاعة صنعاء تخاطب المواطنين في صنعاء وصعدة، تخاطب المواطن في التاكسي، في البيت، في كل مكان. طيب دكتورة وسام، الآن إذا صوت الشرعية يصل إلى معقل الحوثيين، كيف للحكومة إذا أن تستفيد
من أن توصل الحقيقة لأبناء اليمن كافة. طبعا زي ما ذكر زميل ياسر وحضرتك كما تعلم، الإذاعة الآن هي المكسب الوحيد. يعني أنت تتكلم عن اليمنيين في الداخل يتعرضون يعني لأبشع عملية تضليل، وإن كانوا هم يعرفون جيدا، يعني حتى لو ضللوهم إعلاميا فهم يرون على الأرض، يرون السوق السوداء، يرون عنف الميليشيا، يرون اعتقال الصحفيين، يرون كل ذلك. لكن وصول الصوت إليهم هو ما يعطيهم الطمأنينة ويعطيهم الأمل، يعني يعطيهم أمل كبير. أنت بتتحدث عن أنه حتى الصحف، أصبحت الصحف التي تعمل من داخل اليمن هي مجرد صحف التي تمثل، يمكن 6 من الصحف تمثل صوت الميليشيا الإجرامية، وصوت واحد يمثل أيضا صوت حليفهم الرئيس المخلوع. فبالتالي هذا الصوت الآن هو الصوت الذي يمكن من خلاله أن توصل الحكومة الأمل، أن تبث الطمأنينة، أن يعلموا أن هناك من يمثلهم ومن يسعى من أجل استقرارهم وحريتهم. نعم. قريبا إن شاء الله. طبيعة الرسالة سيد ياسر في رأيك، يعني مع اختلاف المستمعين، هناك من هم أصلا مؤيدين للشرعية وللرئيس هادي، هناك أيضا أطراف حتى في صنعاء لا زالت مرتبكة والحقيقة لم تصلها بشكل كامل. كيف تستطيع الحكومة بالفعل التأثير يعني رفع مستوى تأييد الشارع لها في هذه المناطق تحديدا؟ نعم، هناك جزء من الخطاب الإعلامي للإعلام الرسمي اليمني من ضمنها إذاعة صنعاء سيوجه لمخاطبة الانقلابيين، العناصر الانقلابية المغررة بها التي تتعرض لتضليل مستمر من قبل الإعلام الحوثي، يصور لهم أنه يحارب أمريكا وإسرائيل وأن المعارك اللي تجري هي فتوحات وغزوات ضد أمريكا وإسرائيل، في الحقيقة هو يقاتل أبناء الشعب اليمني. الخطاب الأكبر سيكون لمواجهة الانقلابيين وأيضا لكشف الحقائق للعناصر المضللة من هذه العناصر، من عناصر الميليشيات الانقلابية. سيحدث تصدع كبير داخل الميليشيات الانقلابية عندما يكون صوت الشرعية في الداخل، وأيضا خطوة إيجابية قبل تحرير صنعاء، قد ربما حتى الإذاعة هذه ستكون موجهة لعناصر المقاومة المتواجدين داخل العاصمة صنعاء الذي سيتحركوا أتوقع خلال الأسابيع والأشهر القادمة. نحن نعلم اليوم أن هناك قوات كبيرة من قوات الجيش الوطني دخلت إلى محافظة مأرب للاستعداد للمشاركة في تحرير العاصمة صنعاء، هناك تحركات كبيرة للجيش الوطني بالتنسيق مع قوات التحالف العربي، أيضا تواجد الحكومة الكبير على الداخل، و عبد الرب منصور هادي الرئيس عبد الرب منصور هادي بدأ على الأرض بتشكيل غرفة عمليات وجدول عمل لتحرير المحافظات التي لا تزال تحت سيطرة الميليشيا الانقلابية. أنا أتوقع أن الأيام القادمة تحمل الكثير من المفاجآت للانقلابيين، قد اتخذ القرار من قوات التحالف ومن الحكومة الشرعية لاستكمال تحرير أراضي الجمهورية اليمنية من الميليشيات الانقلابية، وما إعلان إذاعة صنعاء إلا خطوة استباقية للعمليات العسكرية لتحرير العاصمة صنعاء من هذه الميليشيات الانقلابية. يعني دكتورة وسام، عودة مقر لوزارة الخارجية كمقر رئيسي من عدن مع عودة الرئيس هادي، الآن عودة صوت الشرعية أن يصل إلى المناطق التي تحظى بتواجد الحوثيين وأيضا أنصار صالح، التأثير في رأيك عليهم الآن بعد يعني عودة الرئيس، مؤسسات الدولة في طريقها أيضا للعودة، وأيضا صوت يمثل الشرعية؟ طيب معلش خليني بس بالبداية أؤكد على نقطة مهمة جدا، يعني أنا من الذين يرون وأؤكد على ذلك بشكل كبير، إنه إحنا تثبيت الاستقرار في الأماكن التي تحت سيطرة الدولة وتحت سيطرة الحكومة الشرعية بالنسبة لي أهم بكثير جدا من التوسع. يعني خلينا نقول أنا أعتبر إنه نقطة التوسع أو استعادة كامل، خلينا نقول استعادة كامل الدولة اليمنية مهم جدا للتأمين، يعني حتى نستطيع أن نخلص، لكن لست مستعجلة على ذلك. يعني إذا لم نثبت استقرارنا في الأماكن التي تحت سيطرة الدولة أولا، اثنين هي بحد ذاتها تثبيت السيطرة في هذه الأماكن، بدء عملية التنمية في هذه الأماكن، عودة المواطنين، عودة التيار الكهربائي، عودة الدراسة، استقرار الحياة، عودة الحياة بالكامل إلى هذه المناطق، هو يعطي بارقة أمل كبيرة، وهو يقود عملية استعادة كامل الوطن. يعني لما يجد اليمنيين في داخل حدود الميليشيا أن فعلا هناك نموذج حقيقي جيد قدم لهم، سيسعون أيضا إلى التحرر من هذه الميليشيا، يعني ليس بالدم فقط، لكن خلينا نقدم نموذج حقيقي وواضح، لكن هم يسوقون لهم في الداخل أنه ماذا حققت هذه المناطق المحررة. فهذا ما يجب أن نركز عليه بشكل طيب كبير. يعني خلينا كمان يعني المناطق التي تم تحريرها، يعني دقيقة بس واحدة تفضلي ثواني، يعني
ثواني، خلينا كمان نستخدم هذا المنبر الجديد اللي هو منبر الإذاعة الشرعية في تقديم نماذج وتقديم للمنجزات التي نحققها، يعني أيضا نصل حين نوصل إليهم هذا الصوت بأننا حققنا الآتي اليوم، يعني يستمعون إلى عودة افتتاح مقر وزارة الخارجية، إلى عودة الرئيس أنه بيمارس صلاحياته بشكل كامل، عودة الاستقرار، افتتاح مدارس، كل هذا نستخدم من خلاله الإذاعة الشرعية لنوصل لليمنيين في الداخل. هذا أيضا أحد الأسباب التي تدفع المغرر بهم كما ذكر الأخ الحسني للانصراف عن هذه المنجزات. نعم، يعني رسائل في المناطق المحررة سيد ياسر الحسني، وأيضا أهمية وجود نموذج كما أشارت الدكتورة وسام لتسويقه، وأيضا إقناع الطرف الآخر بأن النجاح ممكن تحت مظلة الشرعية، ما أهمية ذلك؟ نعم، أنا أتفق مع كلام الزميلة وسام جملة وتفصيلا. لابد من أن تكون المناطق المحررة نماذج إيجابية لبقية المدن التي تخضع لسلطة ميليشيا الانقلاب. هناك نماذج إيجابية، مأرب الآن نموذج إيجابي لعودة مؤسسة الدولة بشكل كبير، عودة التيار الكهربائي، عودة مؤسسة الدولة لممارسة مهامها، عودة المدارس، الحياة بدأت تدب من جديد في محافظة مأرب بعد هزيمة الميليشيات الانقلابية. أيضا في محافظة عدن هناك نموذج إيجابي، عودة التيار الكهربائي بفضل المساعدات الكبيرة التي تبذلها دولة الإمارات العربية المتحدة، وأنا استغل تواجدي على هذا المنبر أن أشكر دولة الإمارات حكومة وشعبا على التضحيات والدعم والمساندة للشعب اليمني. اليوم عادت الخطوط الجوية اليمنية إلى مطار عدن، مطار عدن الدولي بدأ يستقبل الرحلات الجوية، الحياة بدأت تعود، الرئيس والحكومة يبذلوا جهود كبيرة لبناء جهاز أمني قوي لحماية وأمن واستقرار المحافظات المحررة. نحن الآن نستعين صحيح بقوات من دول التحالف، من دولة الإمارات العربية المتحدة ومن البحرين لحماية العاصمة المؤقتة عدن، ولكن يجري حاليا بناء أجهزة أمنية وطنية تحمي الأمن والاستقرار في المحافظات المحررة. نحن أمام خطوات عملية كبيرة ستمارسها الحكومة، وستفاجئ الانقلابيين وسيكونون في موقف ضعيف في مؤتمر جنيف. الإذاعة صنعاء ستركز على الأخبار الانتصارات التي ستتوالى الأيام المقبلة، التي ما تسبب هزائم معنوية للجمهور الميليشيات الانقلابية داخل صنعاء وداخل صعدة. طيب دكتورة وسام، الحكومة كانت من قبل متواجدة في عدن، الوضع الأمني لم يسمح لها بالبقاء لمدة أطول، الآن يعود الرئيس وأيضا مسار الحكومة بشكل أفضل من الأسابيع القليلة الماضية، ما المطلوب من الحكومة في هذه المرحلة للنجاح في أن تبقى عودتها نموذج بالفعل ينطلق من عدن إلى صنعاء؟ يعني لا أريد أن أكرر ما قلته، ولكن أولا الأمن، يعني هذا أول شيء، والأخ كما ذكر الأخ إحنا بنشهد خطوات ملموسة على طريق الأمن، لابد من جمع السلاح، يعني من 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 محاولة السيطرة على أي قوات تعمل خارج إطار الدولة، لابد من توحيد الجيش الوطني، هذه كل الأمور بدأنا فيها ولكن يجب أن تحسن بشكل كامل، أن لا يكون هناك أي سلاح خارج سلاح الدولة، أن لا تكون هناك أي ميليشيات أو أي جماعات مسلحة خارج سلطة الدولة، هذه أول أمور يجب أن تضبط. ثم بعد ذلك تأتي الأمور المتعلقة وهي ليست من الرفاهية، يعني عودة الكهرباء، توفير السلع الغذائية، كل هذا الآن حاصل يعني على الأرض، لكن يجب أن بدأنا فيه، يجب أن تستمر هذه العملية. كما قلت لك هذا كله سيقدم نموذج إيجابي جيد لبقية اليمن. ثلاثة، تأمين المناطق التي تم استعادتها، يعني تأمين المناطق التي تم استعادتها لن يستكمل إلا بمنع تقدم الميليشيا وقطع الإمدادات، وهذا أيضا أمر منوط بقوات التحالف والقوات المحاربة على الأرض، يعني هذه أعتقد أول ثلاث أمور رئيسية يجب أن تحسم، والمرحلة الرابعة هي استعادة كامل الدولة إن شاء الله. طيب الأولويات في رأيك من طرفك كيف تراها سيد ياسر في ظل تحديات عدة تواجه الحكومة؟ أنا أعتقد أن أهم أولوية تواجه الحكومة الآن هي دمج رجال المقاومة الشعبية في الجيش الوطني والأجهزة الأمنية. نحن نعرف أن الأجهزة الأمنية والجيش انهار تماما، لأننا نعرف أن الأجهزة الأمنية كانت ولاءها لشخص علي عبد الله صالح وأعلنت ولاءها له في المناطق التي سقطت فيها الدولة. نحن الآن بحاجة إلى بناء جهاز أمني قوي جديد، والعناصر موجودة، ولكي نتخلى عن السلاح ولا ندخل في صراع مع ميليشيات وسلاح خارج نطاق الدولة لابد من تطبيق القرار الرئاسي الذي ينص على دمج رجال المقاومة الشعبية في الجيش الوطني كي لا ندخل في مشكلة جديدة ونكون نموذجا إيجابيا لبقية المحافظات المحررة. وأنا أتوقع أن الأيام القادمة تحمل كثير من البشريات، أنا متفائل جدا نتيجة ما أعرفه من معلومات من الداخل ومن تقدم كبير للمقاومة الشعبية في كثير من الجبهات في مأرب وفي تعز.
طيب أسهب كثيرا دكتورة وسام في مسألة أهمية ضم المقاومة إلى مؤسسات الدولة العسكرية والأمنية، إلا أن هذه الخطوة يعني لم تفعل على الواقع، كيف تنظرين إلى مسألة التأخير؟ هل هناك مبررات واقعية؟ طبعا هناك مبررات واقعية، يعني زي ما ذكر الآن زميل ياسر أنه أنت حين لو اضطريت أنك تجمع السلاح بالقوة أو تحاول حل هذه الجماعات، حتى بلاش نقول مسلحة، بعضهم رجال مقاومة يعني بالقوة، فأنت سيمكن أن تدخل في تصادم معهم. يجب أن يكون هناك اقتناع تام بأنه إحنا هدفنا هو إقامة دولة مدنية بالمعنى الشامل، وبالتالي يجب أن يكون كل سلاح داخل أرضية الدولة، وهذا يعني أن تقتنع هذه القوة بأنها يجب أن تنضم إلى الجيش الوطني. طبعا هناك العديد من الأمور، يعني هناك رؤى مختلفة عند بعض منهم، وهم أقلية، لكن المهم الآن أن يتوحد الجميع حول الهدف الأساسي، ثم ينظر في أي قضية ثانوية لاحقا. يعني هذا أعتقد أنه أهم مشكلة أو أهم تحدي بيواجه عملية دمج. ألا يخشى أن يتكرر السيناريو السابق للحكومة وأن تواجهها سيد ياسر عقبات، ثم يعني من الناحية الأمنية لا تنجح في البقاء وتخرج، وكيف سيكون انعكاس ذلك على الواقع وأيضا فعالية الحكومة على الأرض؟ أنا أعتقد أن الحكومة استفادت من التجربة السابقة عندما عادت إلى عدن، وكان هناك ثغرات في الجانب الأمني. أعتقد أن هذه الثغرات سدت تماما بالتنسيق مع قوات التحالف، وخاصة دولة الإمارات العربية المتحدة التي تقوم بدور كبير في عدن لحماية مؤسسات الدولة الشرعية. أيضا هناك قرار صدر من رئاسة الوزراء بسرعة استيعاب رجال المقاومة الشعبية و في الجيش الوطني وأجهزة الأمن. هناك معسكرات فتحت لاستقبال المقاومين وتجري خلال الأسابيع هذه وفي الأيام هذا، يجري كل يوم تسجيل رجال المقاومة الشعبية وتسليم أسلحتهم للجيش الوطني واستيعابهم ضمن معسكرات تتبع مؤسسات الدولة. أيضا في مأرب رجال المقاومة الشعبية يتم استيعابهم يوميا في الجيش الوطني لكي لا ندخل في صراعات كما حصل من قبل. أنا أعتقد أن الرئيس هادي والحكومة يمشي بخطى ثابتة وواثقة بعد ما حصل في السابق من ثغرات أمنية، الآن جرى سد هذه الثغرات والانطلاق بشكل أكبر. دكتورة وسام، باختصار أفق عمل الحكومة، القوى الداعمة للشرعية خلال الأسابيع المقبلة، كيف تنظرين إليه؟ لا خليني معلش، أنا حابة أعلق برضو على النقطة التي ذكرتها بشكل سريع فيما يتعلق بعودتهم في السابق وسد الثغرات الأمنية في المرحلة الحالية، لكن خلينا نقول إنه الأولوية الأولى هي لحفظ أمن الرئيس والحكومة بغض النظر عن ردود الأفعال. يعني لا قدر الله، لو حدث أي طارئ يشكل تهديدا لأمنهم أو خطرا على حياتهم، فلا مانع من مغادرتهم دون أخذ بالاعتبار ردود الأفعال، وإن كنا إن شاء الله على ثقة بأن هذه الثغرات الأمنية قد سدت بالفعل، لكن خلينا نقول إنه الأولوية لأمنهم بغض النظر عن ردود الأفعال. يعني إحنا حننشغل بمين؟ حننشغل بالميليشيات التي تستهدف أمنهم؟ يعني يقولون فليقولوا ما شاءوا. نعم. الأهم بالنسبة لنا حفظ أمنهم الأول، ثم لأنهم هم الآن رموز الشرعية، أي هزة لا سمح الله فيهم بتهز في قوة الشرعية، وهذا يعنيني أنا بشكل مباشر. شكرا جزيلا لك يا دكتورة وسام باسندو، أستاذة العلوم السياسية، كنت معنا من جدة، وكل الشكر لضيفي من الرياض الإعلامي والباحث السياسي اليمني السيد ياسر الحسني، شكرا جزيلا لكما مشاركتنا هذا الحوار. شكرا. نأخذ الآن بعض المشاركات التي وصلتنا من المشاهدين بشأن تدشين إذاعة صنعاء. شهاب العولقي على تويتر يقول: إطلاق إذاعة صنعاء خطوة هامة لمواجهة الحرب الإعلامية التي يمارسها الحوثيون وصالح. عبد السلام الربيعي من جهته يرى أن الإعلام اليمني الرسمي يجب أن يشارك في المعركة لمساندة القوات الشرعية وقوات التحالف في العمليات العسكرية. سامح الدريني على فيسبوك يقول: إعادة بث إذاعة صنعاء يعني أن استعادة الشرعية تم على كافة الأصعدة، عسكريا وسياسيا أو إعلاميا. مالك عبد الفتاح من جهته يرى أن الإعلام الرسمي يجب أن يساهم في توصيل رسالة الحكومة الشرعية للشارع اليمني لتطمينهم وتوعيتهم. أخيرا محمد البشيري يعتقد أن الإذاعة باتت إحدى الأدوات الضرورية للشرعية في ظل نقص الموارد والانقطاع المستمر للتيار الكهربائي.